السلام عليكم. قصة النهاردة عن طالب بكلية الطب في فترة الامتياز بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية. في أول يوم له بالمستشفى استقبله الطبيب المسؤول بترحاب شديد، وبدأ يجول معه في أقسام المستشفى المختلفة ليريه العنابر وحجرات المرضى. وصل معه الطبيب إلى حجرة متوسطة الحجم ولكنها فارغة تماما إلا من صنبور مياه صغير. فسأل هذا الطالب بدهشة: ما هذه الحجرة؟ ضحك الطبيب وقال: إنها أهم حجرة في مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، فعندما نريد التأكد من حالة مريض، حالته العقلية وهل استجاب للعلاج أم لا، نجري له اختبار، ندخله هذه الحجرة ونفتح الصنبور لتنحدر المياه وتملأ الغرفة، ثم نعطي هذا المريض منشفه ونطلب منه أن يجفف الحجرة من الماء. إذا كان المريض قد عولج تماما وصار عقله سليما، فأول ما سيفعله هو إغلاق الصنبور. أما إذا كان به شيء من الخلل فسيترك الصنبور مفتوحا ويحاول أن يجفف الغرفة في نفس الوقت، وبالتالي سنضطر لاستضافة المريض في المستشفى فترة أخرى. العبرة من هذه القصة: إذا أردت أن تغير حياتك بإذن الله فأغلق النوافذ التي تدخل منها الأفكار السلبية، أغلق حديث النفس السلبي، أغلق لوم الأهل، أغلق كلام الأصدقاء السلبي، أغلق مجالستك لأصدقاء السوء، أغلق الأفكار التي تدعو إلى اليأس على السوشيال ميديا أو أي وسيلة، أغلق الصنبور، ابتعد عن أي شيء سلبي. والسلام عليكم.